المشهدية. في المشهد الساخن، لا هدنة عيد في السودان والتصعيد مستمر، هل بات المشهد في خانة حروب الإلغاء؟ في المشهد السياسي، وعود غربية باستمرار دعم أوكرانيا وموسكو ترد بإعلان استمرار العملية العسكرية، ماذا عن الإحباط في كييف؟ في المشهد الرقمي، عملة رقمية برعاية صندوق النقد الدولي، محاولة استيعابية للعملات الرقمية أم خطة للسيطرة على هذا القطاع؟ وفي المشهد الغذائي الصحي، الأسماك صغيرها وكبيرها مناجم الفيتامينات والمعادن. المشهدية تأتيكم يومياً الساعة 7 مساءً بتوقيت القدس الشريف.